للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا. وزارة الدفاع التركية أعلنت إسقاط طائرتين وتدمير دبابات ومدافع تابعة للنظام السوري، كيف ترون سير المعارك في إدلب؟ طبعا هذا الشيء لم يتعود عليه النظام المنفلت منذ 30 عاما، منذ 50 عاما، منذ عام 1970 وهو يذبح السوريين دون أن يرد عليه أحد. طبعا النظام متفاجئ، حجب القتلى عند النظام يقترب من 3000 فقط في 10 أيام، عدد الطائرات التي أسقطت حتى الآن 5، والدبابات لا تعد ولا تحصى، والآليات لا تعد ولا تحصى، ومنصات الدفاع الجوي لا تعد ولا تحصى من كثرة ما أصيبت. النظام يتعرض لردع جدي للمرة الأولى منذ وجد هذا النظام قبل 50 عاما. طيب، يعني إلى أي مدى يمكن أن يصل الصدام بين تركيا والنظام إلى أن تتدخل روسيا إلى جانب النظام السوري؟ تدخلت. هذا كل هذه الخسائر، وروسيا معه، وإيران معه، وحزب الله اللبناني معه، والكتائب الهمجية الشيعية العراقية معه، كلهم مع بعض. وبين القتلى الذين ذكرت أرقامهم عدد كبير من اللبنانيين والعراقيين والإيرانيين. طيب، على الرغم من تكبد قوات النظام مزيد من الخسائر، لكن بالمقابل أعلن النظام اليوم استعادته سراقب، كيف يمكن قراءة الأوضاع بهذا الشكل؟ لم تنتهي معركة سراقب أبدا، ما زال القتال فيها، وما زالت كفة المقاتلين السوريين أرجح، المعارضة السورية ما زالت أرجح، وهناك تقدم في جبل الزاوية وهي منطقة مهمة جدا، وهناك تقدم في كل الجبهات، في كل الجبهات هناك تقدم للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدء نشر شرطتها العسكرية في سراقب، كيف تقرؤون هذا الإجراء وتأثيره على اللقاء المرتقب بين الرئيس أردوغان ونظيره الروسي؟ يعني الروسي مع النظام بلا حدود، هذا معناه، متورط في جريمة إبادة الشعب السوري وغارق بالدم السوري حتى قمة رأسه، هذا معناه. هذا الروسي مهتم بقتل العرب المسلمين السنة في سوريا مثل النظام وأحيانا أكثر. طيب، هنالك لقاء مرتقب في 5 من الشهر الحالي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما هي توقعاتكم لمخرجات هذا اللقاء؟ يعني هذا ليس اللقاء الأول، عشرات اللقاءات تمت بالنسبة للشأن السوري، والروس هم من نوعية خداعة وغادرة، لا نثق بهم على الإطلاق، ويمكن للروسي أن يتعهد بشيء، بفعل شيء، وهو يكون يخرق هذا الشيء في نفس اللحظة، أو يعطي الأوامر بعدم احترام ما اتفق عليه في اللحظة التي يوقع فيها أي اتفاق إن كان. لا نثق بالروس مطلقا مطلقا مطلقا. نعم، الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.